انا برجع المكتب في ايه؟ ان احنا قبل ما نخش على الريفريشر انا هحط البضاعه في المكتب، مش لازم اضمن الاول ان المهر اللي المكتب هتمشي فيه مظبوط. انا كده ظبطت السيبريشن بتاعتي، هبتدي احط بقى الانجريدينتس اللي انا عايزها اللي هي النيوتريشن. لما اجي اتكلم على الكريتيكال كير نيوتريشن لازم اجاوب على سؤالين. اول حاجه هكالكيوليت ازاي الاماونت اللي انا محتاجها. الحاجه الثانيه ايه الروت اوف ادمنستريشن اللي انا هستخدمه. هنبتدي نتكلم دلوقتي على ازاي انا كالكيوليت الكميات اللي انا محتاجها. النقطه الثانيه الروت. كلمه الروت دي انا عايز اخد بالك من حاجه. انا عايز ادي العيال بتاعي في الاي سي نيوتريشن، عايز اديله اول حاجه ايه؟ اورا ثم اورا ثم اورا ثم انترا ثم برنت. احنا متلخبطين، احنا في الرعايه فاهمين النيوتريشن تي بي ان، لا النيوتريشن في الرعايه اورا ثم اورا ثم اورا، ده الغرض. انا مش عارف ادي اورا، اقولها وانا متضايق انا همشيها انترا، مش عارف ادي انترا برنت. فالبرنت اهميته ايه؟ ده اخر حاجه خالص في البايب. انا نفسي ادي اورا بس مش قادر. طب احنا اكشن بنعمل ايه؟ ما بيبقاش عندنا العيان اللي هو نقدر ناخد فيه ديسيجن كده واضح ان هو هيمشي سكه من ثلاثه، غالبا بيبقى عندنا كومباينيشن، بمعنى ان هو بياخد سام كورا انتي مع شويه سبلمنتيشن انترا وبنكمل بارنترا. فاحنا في الخلاصه ان الروت في ادمنستريشن نفسنا اورا ما بنقدرش فبندي انترا او بارنترا او كومباينيشن. طيب تعال بقى نخش على النيوتريشن دي، اتفقنا ان هي عباره عن عنوانين كبار قوي، انرجي وبروتين. كويس، نمسك الانرجي. الجسم محتاج مني انرجي. كويس، الانرجي دي هو بيستخدمها في ايه؟ بيستخدمها في حاجه اسمها توتال انرجي اكسبندشر. التوتال انرجي اكسبندشر دي هي خلاصه ثلاث حاجات. انا محتاج بيزل انرجي ريكويرمنت ليا عشان اقدر سرفايف كهيومن بين. هذا البيزل انرجي مش رقم ثابت، رقم متغير، بيتحكم فيه حاجتين كمان، بيتحكم فيه كميه الاستريس اللي انا موجود تحتيه وكميه الاكتيفيتي. بمعنى انا كهيومن بادي بشتغل شغل ستريسفول، فاكيد انا مطلوب مني انرجي اعلى، انا بشتغل شغل فيه اكتيفيتي اعلى فرق. اكيد انا محتاج انرجي اعلى. كويس؟ يبقى انا عندي التوتال انرجي اكسبندتشر دي خلاصه ثلاث حاجات. البيزل انرجي اللي كلنا متفقين فيها، اثنين فاكتور فاريبلز على حسب انا بشتغل ايه والستريس بتاعي ايه وعلى حسب الوضع الداخلي في الرعايه. الاكتيفيتي فاكتور والستريس فاكتور. الستريس فاكتور دي بيبقى داخل فيها العيان عنده فيفر ولا لا، العيان عامل سيرجري ماينور ولا ميجر الترا ميجر، عنده بيرن ولا لا، في تروما ولا لا. كل ما بنعلى كل ما الفاكتور بيزيد لحد ما نوصل للعيانين الالترا ميجر او عيان البيرن بنضرب في فاكتور كام؟ 1.6، يعني محتاج 70% اكتر. طيب الاكتيفيتي فاكتور، العيان بتاعي حاجه من اثنين، يا عيان بيد ريدن يا عيان قادر احركه. لو العيان بتاعي بيد ريدن بنضرب في فاكتور 1.2، لو انا قادر انجليه واخليه يتمشى بنضرب في فاكتور 1.3. يبقى انا دلوقتي محتاج اعرف البيزل انرجي اكسبندشر، محتاج احدد العيان بتاعي الستريس فاكتور بتاعه. غالبا في السيرش اي سي احنا بنتعامل على الميجور الستريس فاكتور اللي هو 1.7، وبعدين الاكتيفيتي فاكتور يا بيتحرك يا ما بيتحركش. طيب عندي معادلات كتيره جدا تحسب لي البيزل انرجي اكسبندشر، هناخد منهم السيمبلست وان. السيمبلست وان اللي هو الهايست بنت ايكويشن، ده المفروض الفورمولا اللي نتعامل بيها. بس السيمبلست فورمولا اللي احنا بنتعامل بيها ان احنا بنحتاج ديلي 25 كيلو كالوري بير كي جي، رقم سهل وثابت وهنحفظه مع بعض. يبقى البيزل انرجي اكسبندشر بتاعتنا اللي انا محتاجها في حياتي 25 كيلو كالوري لكل كيلو جرام. كويس، هل دي ده كده كميه الانرجي اللي انا محتاجها؟ طب كميه البروتين؟ انا بحتاج يوميا من 1 لـ1.5 جرام بير كي جي، رقم ثابت لا، بضرب كمان في فاكتور اكوردنج برضه للستريس، بمعنى ان انا لو انا في مايل ستريس يبقى هضرب في واحد يبقى يطلع نفس الرقم. طب لو انا سيفير ستريس اللي هو الحالات بتاعتنا اللي عنده اصلا ميجور سيرجي واللي عنده كومور بيرتز، بضرب في فاكتور 2. يبقى انا كده الانرجي حسبتها ازاي؟ بيزر انرجي ستريس فاكتور اكتيفيتي فاكتور، البروتين بكتب الريكويرمنت وبضرب في الستريس فاكتور، غالبا بيبقى الماكسيموم ستريس فاكتور بتاعي. في البيدياتريكس الارقام مختلفه شويه. في البيدياتريكس لما نيجي نبص على الانرجي اكوردنج للايدج جروبس، احنا عندنا الادوليسنت اللي هو تقريبا قريب من الادلت من 12 ل 18، وعندنا التيرم بيبي وعندنا البري تيرم. الادوليسنت تقريبا زي الادلت من 30 ل 35. كويس؟ بنبتدي نزيد 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 طبعا، لان البري تيرم دوت والتيرم بيبي
ده في حاله البروسس فمحتاج انرجي اكتر بكتير جدا اضعاف اللي احنا بنتكلم فيه. بنوصل 90 ل 120 كيلو كالوري بير كي جي بير دي، متخيلين ان احنا بنزيد قد ايه؟ طيب لما اجي اتكلم عن البروتين في الادوليسنت تقريبا زي الادلت بنتكلم من 0.8 ل 1.5 جرام بير كي جي. البري تيرم اكيد محتاج بروتين اكتر. شوف كده بنبتدي بكام؟ في البري تيرم بنبتدي ب 3 جرام بير كي جي وممكن اوصل ل 4 جرام بير كي جي بروتين بير دي. يبقى الارقام في الريدكشنز بتزيد جدا كانرجي وكبروتين. طيب التوتال انرجي او ايه اللي انا بصرف فيه الانرجي اللي عندي؟ انا كهيومن بينج اهو صحيت الصبح هصرف الانرجي اللي عندي فيه؟ انا نايم في السرير لسه ما قمتش. لو انا قضيت ال 24 ساعه بتوعي نايم في السرير بعمل حاجه اسمها ريستنج ميتابوليك ريت. دي كميه الانرجي اللي يا دوبك مشغله الميتابوليك رياكشنز اللي بتحصل عندي في جسمي اللي تخليني قادر اسرفايف رغم ان انا ما قمتش من السرير. انا 24 ساعه نايم، يعني انا لو نمت 24 ساعه برضه في انرجي كونسيومد؟ اه في انرجي كونسيومد. طيب حضرتك انا لا انا يعني مش هنام في السرير 24 ساعه، انا هبتدي اتحرك بس هدي لي الاكل في السرير. فحضرتك تكتشف ان مجرد ان انت هتبتدي تاكل ده بيستوجب ان انت هتكونسيوم انرجي. دي الكالوريز بيرن دورينج شون ديجيشن اند ستورينج فود. بنسميها ايه؟ بنسميها الثيرمال افكت اوف فود. ليها اسم ثاني هقوله كمان شويه. يبقى انا نايم في السرير استخدمت الريستنج ميتابوليك ريت. كلت في السرير وكملت نوم زودت عليه الثيرمال افكت اوف فود. ابتديت اعمل شغل البيت، والله اعمل حياتي اخش المطبخ ابتدي اشوف البيت. بنعمل حاجه اسمها النون اكسرسايز اكتيفيتي ثيرموجينيسيس اللي هي الاكتيفيتيز اللي جوه البيت. دي كمان ليها انرجي. انا نايم في السرير في انرجي، كلت في السرير في انرجي، قمت عملت شغل البيت في انرجي، طب انا مور اكتف بقى هنزل شغلي واروح جيم كمان. فبعمل اكسرسايز. دول الاربعه ويز اللي بتصرف فيهم الطاقه بتاعتي كل يوم. طيب هنوصل بقى كل ده مفهوم، النقطه دي شويه تهمني في الفسيولوجي بتاعتي. الثيرمال افكت اوف فود ليها اسم تاني. بنسميها ايه؟ بنسميها سبيسيفيك دايناميك اكشن اوف فود. يعني ايه؟ يعني دلوقتي لما اجي اقول لك ان انت هتاخد كربوهيدرات او فات او بروتين، حضرتك هتاخد كالوريز من كل حاجه من دول. حضرتك هتاخد الكالوريز دي بيور ولا هتدفع عليها ضريبه؟ هدفع ضريبه. انا هستخدم انرجي عشان اطلع انرجي من البرودكت اللي داخل. يبقى الكربوهيدرات والفات البروتين هيديني انرجي، بس عشان تاخد انرجي دي انت محتاج تصرف الاول جزء صغير عشان تقدر تاخد الانرجي الكبيره بتاعتك. دي بنسميها السبيسيفيك دايناميك اكشن. لما نيجي نبص عليها كده هي الانرجي ريكوايرد فور ايه؟ حضرتك هتاكل فانت بتصرف طاقه في سوالون دايجيشن ابزوربشن ترانسبورت تو ذا ليفر وبعدين الهيباتيك ميتابوليك ريأكشنز. طب بالنسبه قد ايه؟ لو حضرتك بتاكل كربوهيدرات هتصرف 5% عشان تستفيد من كميه الكالوريز الموجوده في الكربوهيدرات، الفات 15%، البروتين 30%، يعني 30%؟ يعني لما باجي اقول لك كمان شويه ان جرام بروتين بيديني 4 كيلو كالوري، حضرتك هتاخد منهم تقريبا 1.5 ضريبه وتاخد انت ال 2.5 الباقيين. عشان كده الناس بتوع الدايت بيحبوا البروتين لان هو مش كل البروتين اللي بياخده 100% بياخد الطاقه بتاعته، يفتك 30% بس مجرد اللي هو كان بروتين. يبقى انا سبيسيفيك دايناميك اكشن في البروتين عاليه جدا 30%، حلو قوي. لما جينا نبص على السبيسيفيك دايناميك اكشن البروتين ديت لا غريبه جدا. لو انت لو اديت العيان بتاعك انترا فينس امينو اسيد ولو اديت له اورال امينو اسيد نفس الرقم. هو المفروض الاورال ده اللي انا فاهمه ان هيستهلك طاقه اكتر سوار دايجيشن ابزوربشن ترانسبورت، لقوا ان الاثنين نفس السبيسيفيك دايناميك اكشن. ده معناه ايه؟ ان السبيسيفيك دايناميك اكشن دي بتتسبب بس فين؟ في الهيباتيك ميتابوليك اكشن. كويس كده؟ يبقى انا عندي السبيسيفيك دايناميك اكشن هي الضريبه اللي انا بدفعها عشان اخد الكالوريز من الانجريد اللي انا هستخدمه. اعلى حاجه موجوده فين في البروتين بتوصل 30%، سببها ايه والاساس فيها ايه؟ الهيباتيك ميتابوليك اكشن. طب ايه هو الميزر ميتابوليك ريت؟ الميزر ميتابوليك ريت هي الكالوريز نيدد تو مينتين لايف. حضرتك بتتكلم على ايه؟ بريزنج سيركيوليشن ثيرموجينيسيس عشان امينتين البودي تمبريتشر بتاعتي وريبير السيلز. دي البيزر ميتابوليك اكتيفيتيز اللي كلنا بنعملها حتى احنا نايمين في السرير. ده البيزر ميتابوليك ريت بتاعنا. طبعا لما تيجي بقى النيوتريشن مش هتفوت الريسبيراتري كوشن. انتوا عارفين انا بنرشح الريسبيراتري كوشن قلناها كذا مره يعني باختصار فرصتي بقى. ايه هو الريسبيراتري كوشن؟ الريسبيراتري كوشن ده احنا دلوقتي عندنا قلنا فيه سبستريت، عندنا كربوهيدرات وفات وبروتين، كل واحد فيهم بيخش يتحرق يطلع لي طاقه.
كويس، يخش الاسبيريشن، الاسبيريشن دي مصدر جلوكوز مديله اكسجين تحرقه بيه تطلع سي او 2 الفات، مديله اكسجين تحرقه بيه تطلع سي او 2. طب احنا عايز نحكم على كفاءه الحرق بتاع كل واحد من السبستريت ده، فعملنا حاجه اسمها ديسبيريشن اللي هو عباره عن اللي هو بيقول لي انت محتاج اكسجين عشان تحرق كذا سبستريت قد ايه وبتطلع سي او 2 قد ايه. فالديسبيريشن بوشن هو عباره عن ايه؟ الكربون دايوكسيد بيتوست على الاكسجين كونسيومد لهذا السبستريت. يبقى هو الاسبيريشن بوشن انا بحرق اكسجين قد ايه وبطلع سي او 2 قد ايه لكل حاجه انا بستخدمها. كويس؟ يبقى مين فوق ومين تحت؟ انا بطلع سي او 2 البرودكت بتاعي فوق والانجريدينت بتاعي هو الاكسجين. طيب لما نيجي نبص على الكربوهيدرات بالعكس بقى، وانا لو عرفت الاسبيريشن بوشن دوت طب خلينا هنا نقعد شويه. الكربوهيدرات المعدل بتاع الكربوهيدرات احنا كلنا عارفينه من الكيمستري، ده الكربوهيدرات مولكيول بيستخدم 6 اكسجين مولكيول بيطلع لي 6 سي او 2 و6 او 2. يبقى هو بيستهلك كام؟ بيستهلك 6 اكسجين وبيطلع 6 كربون دايوكسيد، يعني 6 على 6 يبقى الاسبيريشن بوشن بتاع الكربوهيدرات 1. يبقى لما اجي اقول لك يعني ايه الاسبيريشن بوشن بتاع الكربوهيدرات 1 تقول لي هو بيستهلك كميه اكسجين قد بالظبط كميه السي او 2 اللي بتطلع. كويس كده؟ طب لما اجي اقول لك الفات رقم كذا والبروتين رقم كذا، لو انا جيت قلت لك ان هذا البيشنت الاسبيريشن بوشن بتاعه 1 يبقى انت تقول لي ما بياكلش الا كربوهيدرات. طب لما اجي اقول لك في السلايد اللي بعديها ان العيان بتاعي ده الاسبيريشن بوشن بتاعه 1.7 يبقى انت ممكن تقولها لي بطريقه ثانيه، ده ما بياكلش الا فات. يبقى انا عندي دلوقتي الاسبيريشن بوشن بتاع الجلوكوز 1، الفاتي اسيد 0.7، البروتين 0.9. يعني ايه 0.7 يعني ايه 0.9؟ يعني انا بستهلك اكسجين اكتر، المقام اعلى. يعني انا عشان احرق فات بستخدم اكسجين اكتر، البروتين بستخدم اكسجين اكتر بس اقل من الكربوهيدرات. كويس؟ طيب يبقى انا دلوقتي لو عرفت الاسبيريشن بوشن ممكن اقول لك السبستريت. طب هو احنا في حياتنا العاديه بناكل نوع واحد؟ هل احنا مركزين النهارده هقضيها بروتين؟ لا احنا بناكل ميكس. فعشان كده اتفقنا بيننا وبين بعض ان الاسبيريشن بوشن للبادي كله كام؟ 0.8. فاكرين لما كنا بنقول الالفيولار بكتيريا جريتر كنا بنقول الاسبيريشن بوشن 0.8 قلت لكم احرقوها كده. ده شرحها. كويس. طب انا عايز دلوقتي اقيس كميه الانرجي اللي الجسم بيطلعها. هي المعادله بتاعتي بتقول ايه؟ كل الميتابوليزم عباره عن معادله واحده. ان انا بحط فود احرقه اكسجين يطلع كربون دايوكسيد ووتر وهيت. فود هيتحرق اكسجين يطلع كربون دايوكسيد ووتر وهيت. احنا عايزين نقيس هذه الهيت مش هي دي الانرجي اللي بتطلع، عايزين نقيس دي. لو انا قست دي نسميها دايركت كالوريمتري. ليه؟ لان انا قست على طول الهيت. طب احنا بنقدر نقيس الهيت دي على طول؟ لا. امال بنعمل ايه؟ بنستخدم المعادله الثانيه ان احنا لو عرفنا كميه الاكسجين اللي بيتحرق وكميه الكربون دايوكسيد اللي بتيوز يبقى انا ممكن اعرف كميه الهيت تقريبا اللي طلعت قد ايه. دي بنسميها اندايركت كالوريمتري. طب هو ايه صعوبه الدايركت كالوريمتري؟ هو دايركت، هو الدايركت كالوريمتري بيتعمل ازاي؟ انا بجيب البني ادم احطه في روم انسيوليتد اوضه معزوله وادخل له سورس اوف اوكسجين، ادي اير اهو ان في اوكسجين وفي اير اوت. يبقى انا بعمل ايه؟ بدخل له اوكسجين واطلع كربون دايوكسيد. كويس؟ وبعدي ماسوره ميه كولد ووتر، الكولد ووتر دي داخله ساقعه ليها درجه حراره انا عارفها. هذا الانسان طالع منه انرجي بالحاجات بتاعتنا فاكرين الكوندكشن والكونفكشن والراديشن والايفابوريشن كل الوسائل اللي بصوا فيه. هذه الحراره هتعمل ايه في ماسوره الميه؟ هتدفيها. فلما اجي اقيس الحراره من الناحيه الثانيه يبقى كميه الحراره اللي الميه اكتسبتها هي كميه الحراره اللي هذا البني ادم خسرها او طلعت منه. كويس؟ يبقى احنا قسنا ازاي الهيت برودكشن؟ عن طريق احنا قسنا الهيت لوس اللي طلع من هذا البني ادم. هل ده كلام ابليكابل؟ صعب جدا طبعا ان انا اعمل كده. طيب امال احنا بنعمل ايه؟ بنستخدم الطريقه الثانيه عن طريق ان انا لو عرفت الاكسجين والكربون دايوكسيد ممكن اطلع منه بدايركت كالوريمتري. طب ايه اهميه الكالوريمتري؟ اهميه الدايركت كالوريمتري ايه؟ ان هو اثبت لي الاندايركت صح. لما جينا نقارن الرقم اللي بيطلع من هنا بالرقم اللي بيطلع من هنا ايكوال. يبقى كل اهميه الدايركت ان هو اثبت لي ان الاندايركت مظبوط. الاندايركت كالوريمتري قلنا هنعتمد ان احنا هنقيس الاكسجين والكربون دايوكسيد في العيانين بتوعنا في الرعايه. لو العيان بتاعك فنتليتد بيبقى في تيوب، التيوب ده عن طريق موتور بيبقى واصل بالفنتليتور بيقدر يقيس لي الاكسجين والكربون دايوكسيد ويديني رقم. لو العيان بتاعي مش انتوبيتد بحط له الهيت تنت دي ودي بتحس برضه الاكسجين والكربون دايوكسيد ويديني الرقم بتاع الهيت عن طريق الدايركت كالوريمتري. الاندايركت كالوريمتري جينا على الجلوكوز والليبيد والبروتين عرفنا الاكسجين كونسمشن والكربون دايوكسيد بتروح فابتديت اعرف هو الهيت برودكشن قد ايه. الجلوكوز 3.7 كيلو كالوري بالكيشي خلينا نقول 4، البروتين 4،
الفات 9 يبقى كل جرام فات هيدينا 4 كيلو كالوري، البروتين هيدينا 4، الفات هيديني 9. يبقى انا لو عرفت الاوكسجين كونسامشن والكربون داي اوكسيد برودكشن عن طريق معادله اقدر اطلع ريستنج انرجي اكسبندشر عن طريق هذه المعادله. المعادله دي بتطلعها لي في قد ايه؟ بتطلعها لي في 1 مينت. او انا ضارب الرقم ده في 1440 اللي هو عدد ايه؟ عدد المينتس في ال 24 ساعه. يبقى انا طلعت كل الانرجي اللي طلعت في ال 24 ساعه. طيب الاندايركت كالوري ميتر ايه مميزاته وايه عيوبه؟ طبعا بالطريقه دي هو الموست اكيوريت ميجر اللي انا اقدر اقيس بيها الانرجي برودكشن في اليومن بادي في الكريتيكال كير عندنا. ايه مميزاته؟ اول حاجه لما ابتدينا نشتغل بالاندايركت كالوري ميتر اكتشفنا ان الاوت كوم احسن كتير جدا في عيني. فابتدت وان هو مور اكيوريت. بما ان هو حسن الاوت كوم فبقى هو ليه الابر هاند في كل الانترناشونال جايد لاينز. وابتديت ان انا اقدر اعمل كمان ايه؟ ان انا اقدر ابرسونلايز النيوتريشن بلان لكل عيان. احنا لما نيجي دلوقتي نحط النيوتريشن بلان هتلاقوني بتكلم مني على البادي ويت كام كيلو جرام، عندنا اي كوموربيدتس ولا لا، وفي الاخر بحط نفس البلان تقريبا لكل العيان. الاندايركت كالوريمتري ده مور سبيسيفيك، ده بيحدد لي بالظبط الاوبشن والكربون دايوكسيد اللي داخلين في المعده فاقدر اعرف السبستريت واقدر احدد في العيان دوت مور بيرسونلايز او افصل عليه النيوتريشن بلان لوحده هو. ما ينفعش اتهم العيان اللي جنبه اللي هو نفس الوزن. فبقى هنا عندي بيرسونلايزد نيوتريشن بلان لكل عيان. يبقى ده كلها مميزات. طب ايه عيوبه؟ عيوبه ان هو بيتاثر باي حاجه داخله في السكه بتاعته، بمعنى لو العيان بتاعي على اكسجين زياده اكتر من 0.7 اف اي 2، لو العيان بتاعي بياخد نيبلايزر، لو انا حاطط بيب، لو انا بستخدم لاك انفيز فنتريشن، كل ده هيتاثر على الارقام بتاعتي. انا مش عايز حاجه تتداخل مع الاكسجين والكربون دايوكسيد، كل دول بيتداخل، النيبلايزر والاف اي 2 عالي والبيب، كل ده بيتداخل فيديني اداءات مش مظبوطه. بس الحقيقه مش هو دي الاسباب اللي منعت استخدامه بشكل واسع في الرعايه. السبب الحقيقي هو البوست. هو هايلي اكسبنسيف والمينتنس بتاعه هايلي اكسبنسيف فمش هتشوفوه كتير في الرعايه. وده ديفايس يعني موديول بيركب على الفنتليتور في العينين بالفنتليت وفي بورتبل ديفايس لو العين مش متفنتل بيتحط هيد تنت عليه واقدر احسب منه. بعمل ادجستمنت لو العين بتاعي على لينا ريبليسمنت ثيرابي او على ايه. نخش على النيوتريشن. النيوتريشن احنا بنقسم النيوتريشن الى حاجتين كبار، عندنا ماكرو نيوترونز وعندنا مايكرو نيوترونز. بالبلدي كده وبسهوله جدا حضرتك لما بتقعد تاكل حضرتك بيبقى عندك في سام سورت اوف كربوهيدرات عن طريق طبق رز او مكرونه، في طبق لحمه او فراخ او سمك بروتين، وبعدين في طبق سلطه اللي كلنا بنحبه. هذا هو المايكرو نيوترونز. يبقى انا عندي ماكرو نيوترونز وعندي مايكرو نيوترونز. الماكرو نيوترونز هم الثلاثه الكبار، الكربوهيدرات والبروتين والفات. تعالوا نبص كده توزيعة الكالوريز والبروتين. الكالوريز بتاعتنا لما باجي احسبها للعيان في الاي سي يو باخد الكالوريز بتاعتي من الكربوهيدرات ومن الفات، ما باخدهاش من البروتين. مش بحسبها من البروتين، بحسبها بس كربوهيدرات وفات. البروتين دوره في الجسم مش ان انا اطلع منه الكالوريز، دوره في الجسم ان انا اعمل منه تيشو ريبير وبيلدينج اب سيلز وبيلدينج اب بيولوجيكال بيكيولز هرمونز وانزيمز. مش دوره خالص ان انا استخدمه انرجي. فانا بطلع الكالوريز بتاعتي كربوهيدرات وفات، النسبه كام؟ 70% من الكربوهيدرات 30% من الفات. كويس؟ البروتين مش كتير. طيب انا العيان بتاعي ما بقدرش اديله الفول كالوريك ريكوايرمنت من اول لحظه في الرعايه لحاجه هنقولها كمان شويه اسمها الفيدنج سيندروم. فانا ببتدي احنا قلنا عايزين نوصل ل 25 كيلو كالوري، الحقيقه احنا المفروض نبتدي ب 12 كيلو كالوري بروتيشن. عايز اوصل لكام؟ 25. بعد ما وصلت ل 25 والعيان بتاعي لو هو مال نرج، احنا كل عيانين بنسبه 90% مال نرج، وهو خارج من الرعايه بحط له بلان ان يوصل ل 35 كيلو كالوري بير كيجي. البروتين بتاعي في الكريتيكال انديشن قلنا بنبتدي من 1.2 لحد 2 جرام بير كيجي، في السفير بيرن بيبقى برضه 2 جرام بير كيجي بير دي. طيب بنضرب في فاكتور ستريس فاكتور تهيني مثلا هتزيد طبعا بس برضه هبتدي بدوز قليله 12 كالوري واوصل بعد 7 ايام زي ما قلت كمان شويه للفول كالوريك ريكوايرمنت. هو ايه الرعايه الاكتيفيتي بتاعته ايه يعني؟ يا امبيوليتنج يا اربيتريد يا بقدر امشيه يا ما بيتمشاش ثابت في السرير. ثابت في السرير ده بدا في 1.2 ساعه. في واحد. ايه هي المايكرو نيوترونز؟ المايكرو نيوترونز في طبق السلطه ده عباره عن ايه؟ عباره عن المينرالز والفيتامينز الموجوده في هذه الفيجيتابلز والفروتس. طيب احنا عندنا لسته كبيره من الفيتامينز اللي محتاجينها كل يوم، طبعا ما حدش بيحفظ الارقام دي. دي الارقام اللي بيحتاجها البني ادم النورمال اللي مش في الرعايه، البني ادم اللي في الرعايه بيحتاج هاير دوزز عن كده.
طيب من كل الفيتامينز دي انا هركز على مين؟ هركز على السايلنت الفيتامين بي 1. بي 1 ذا موست امبورتنت فيتامين لازم يكون موجود في النيوتريشن بتاعك. ليه السايلنت مهم؟ السايلنت دوت بيشتغل از ا كو انزايم سايلنت بايروفوسفيت. بيعمل ايه؟ بيشتغل مع البايروفيت هيدروجينيز، بيدخل حاجه اسمها بايروفيت. البايروفيت ده بيخش للميتوكوندريا، هو ده اللي بيتحرق ويطلع منه اي تي بي مولكيولز. طب لو مفيش سايلنت يبقى مفيش سيلولار انرجي برودكشن، يبقى انت ممكن يبقى عندك كل الانجريدينتس بس السيل واقفه عاجزه ومش عارف تستخدمها عشان مفيش فيتامين بي 1. كويس؟ طب ده كده فيتامين مهم جدا لازم نديه للعيانين بتوعك. طب احنا بنحتاج قد ايه؟ بنحتاج في التشيلدرن 1.2 ملي جرام بير دي، بنحتاج في الادلت 1.5 ملي جرام بير دي. طب احنا بندي من ضمن النيوتريشن بتاعتنا حاجه اسمها سوليوفيت. سوليوفيت ده عباره عن كل الووتر سولبل فيتامينز. كويس؟ بيبقى موجود جواه فيتامين بي 1 موجود بالدوز قد ايه؟ 2.5 ملي جرام كي جي. فانا مش محتاج ادي سيبر. لو انت جزء من النيوتريشن بتاعك اللي انت بتدي سوليوفيت انت مش محتاج تدي سايلنت. طب لو انا مش بدي سوليوفيت وانا شغال في مكان ما بديش فيه مايكرو نيوتريشن ما عنديش السمنت ان انا ادي فيتامينز، يبقى انا محتاج من كل الفيتامينز اركز على فيتامين بي 1 لازم ادي بعض. طيب هو اي عيان ما خدش فيتامين بي 1 هيخش في مشاكل ولا عندي بريديسبوزنج فاكتورز؟ عندي بريديسبوزنج فاكتورز. البريديسبوزنج فاكتورز دي موجوده في العيانين الكهولي. العيانين بتوعنا ده مين هم؟ العيان الهايبر ميتابوليك ستيبل، العيان الميتابوليزم، العيان اللي عنده مغنيسيوم ديبليشن، العيان اللي بياخد دي بي ان فبياخد حاجه اسمها سلفايدز دي موجوده جزء من دي بي ان. مين كمان؟ العيان اللي ماشي على دايركت كوزماين ده بيلوز الموتر سولبل فيتامينز. طيب لو انا ما اديتش سايمن فيتامين بي 1 يبقى هيخش في ايه؟ يخش في حاجه اسمها تريبل. ده ما بيسيبش اورجن في الجسم اللي بيأثر عليه. بيدخلنا في كاردونيوس، بيدخلنا في انكفالوباس، لاكتيك اسيدوسيس، حتى البريفيرال نيرفز ما بيسيبهاش في حد. يبقى انا محتاج اركز على فيتامين بي 1 وكل طبعا بقيه الفيتامينز الووتر والفات سولبل فيتامينز. عندي بعد كده التراس ايلمنتس دي قايمه اللي احنا بنحتاجها من التراس ايلمنتس يوميا للعيان بتاعنا. طيب لما نيجي نتكلم على النيوتريشنال اسيسمنت انا هبتدي عايز احكم العيان بتاعي دوت مال لارج ولا نورمال. اتفقنا في الجايد لاينز ان احنا عندنا ثلاثه سكورز هنستخدمهم، حاجه اسمها نيوتريشن ريسك سكور 2002 ونيوتريك سكور والسبجكتيف جلوبال اسيسمنت. قبل ما اخش في السكورز دي خلينا نتفق على احنا بنتكلم على اي سي يو سيرجيكال اي سي يو في كانسر بيشنت سواء كان ادلت او بيديتريك. قبل ما ابتدي اطبق على اسمه هل انتم متخيلين عيان الكانسر ده اللي داخل يعمل جراحه وبعد كده هيتحجز في الرعايه؟ هل انتم متخيلين ان هو عيان نورمال عنده نورمال نيوتريشن ستيتس ويا دوبك اتعرض لديزيز فداخل يعمل جراحه؟ لا، العيان بتاعنا مش كده خالص. العيان بتاعنا ده من ساعه ما ابتدى يشك ان هو عنده حاجه مش طبيعيه ابتدى دماغه تفكر ان انا احتمال يكون عندي حاجه وحشه، ابتدى رغبته في الاكل تقل، خش في انوريكسيا، ابتدى النيوتريشنال انتيك بتاعه يقل جدا. لما راح عمل انفستيجيشنز وقالوا له انت عندك تيومر وهيستدعي تعامل بعد كده، شهيته للاكل وقفت. مش هو بس ده، تقريبا كل اسره العيان ده هيخش يتحضر عشان يعمل عمليه او هياخد كيمو سيرب. جزء من تحضير العمليه انا بقول لحضرتك ان بيقول لمده يومين. لو خد كيمو سيرب ينص او بطن بيفوتوا عندكم بقى انفايتس. هنخش نعمل عمليه، هنطلع من العمليه كمان يوم او يومين كمان هيتقال لنا ان بيقول في حالات الجراحه ممكن نقعد على الكوره. العيان اللي انا بحكي لكم عنه ده عيان سبيسيفيك للكانسر محبوس في اي سو بتاع الجراحه. مش بتكلم على عيان اسا 1 حصل له فراكشر، حصل له بلد لوس فدخل الرعايه يوم يحصل له ريسستيشن ويطلع اليوم اللي بعده. ده عيان مش محتاج اصلا عمليه ريسستيشن. ده عيان مش مال نرجو، مش سسبكتد من عمال نرجو. احنا بنعمل سبورتس دي لما نشوف احنا عيانين ده كانسر ادلت بيديتري، انت حضرتك شاكك ان هو مال نرجو؟ ده هو ده تعريف المال نرجو. كويس؟ طيب خلينا ناخد كده السكور الاولاني منهم ان ار اس نيوتريشن سكرين. المفروض ان انا بعمل عشان احط العيان بتاعي في السكرين اعمل له حاجه اسمها بري سكرين. يعني ايه بري سكرين؟ هساله اربع اسئله، لو قال لي الاربعه دول نو مش هدخله في السكرين اصلا. لو طلع فيه واحد بس يس هدخله في السكرين. الاسئله دي عباره عن ايه؟ بقول له هو انت البي ام اي بتاعك اقل من 20؟ بقول له هو انت كريتيكال ايه؟ هو انت خسيت في الثلاث شهور اللي فاتوا؟ طب هقول الاسئله يس. طب هدخله في السكرين. السكرين بتاعي عباره عن ايه؟ عباره عن نيوتريشنال ستيتس ليها ثلاثة جريدز مايلد ومودريت وسيفير، وبعدين الاستريس ميتابوليزم ليها ثلاثة جريدز مايلد ومودريت وسيفير. باخد الرقم اللي بيطلع من ايه؟ اجمعه على الرقم اللي بيطلع من بي، وبعد
وبعدين اكوردنج للايدج، لو هو اقل من 70 سنه مش هدي سكور هنا، لو هو اكتر من 70 سنه هدي له سكور تاني، واجمع الثلاثه مع بعض واشوف هيطلع كام. لو طلع اكتر من خمسه يبقى العيل ده مالناش، لو اقل من خمسه عنده نوت مالناش. طبعا احنا العيلين بتوعنا كلهم مالناش. تعال ناخد الجزء التحتاني ده بس نركز عليه كده اللي هو سيفير كاتيجوري. هل العيال بتاعنا خس اكتر من 5% في شهر؟ وحضرتك خسوه في اسبوع. طب هو البادي ماس اندكس بتاعته اقل من 18 او هو الجنرال كونديشن بتاعته قلت؟ هو بقى جنرال كونديشن. طب هو حصل نص من 0 ل 25% من النورمال فود انتيك في اللاست ويك؟ حصل 90% نص من الفود انتيك بتاعته. طيب نيجي نخش على الاستريس، هو العيال بتاعك ده كريتيكال ايه؟ امال مين اللي عليه كريتيكال ايه؟ طب هو عنده انكريز بروتين ريكويرمنت؟ ايوه طبعا بسيفير كاتابوليزم. طب هو الهباتش سكور بتاعه اكتر من 10؟ الهباتش سكور ده سكور بنعمله في الرعايه عشان نعرف ايه المورتاليتي بتاعت العيال وهو داخل الرعايه قد ايه. المفروض ان انا هجمع ايه؟ مع بي مع الاتش هيطلع لي السكور، انا عايزه يكون اقل من خمسه، طبعا هو بيكون عدد الخمسه بكتير. النيوتريك سكور، سكور تاني عباره عن ست ايتمز بنحط فيهم الاتش والهباتش سكور اللي لسه قايلينه والسوفا سكور سيكونشال اورجن فيلير اسسمنت والنمبر اوف كوموربيديتيز والدايز اللي مرت عليه من ساعه ما دخل المستشفى لحد ما جالي في الايس كوب وبنقيس حاجه اسمها انترلوكين 6. بدي سكور لكل واحد من دول بجمع البوينتس بتاعته. لما جينا نعمل انتربريتيشن لقينا مش كل الاماكن فيها انترلوكين 6 فعملنا انتربريتيشن في صوره جدول يشتمل على انترلوكين 6 بقى السكور بتاعي من 6 ل 10 ده بدي له هاي سكور او من 0 ل 5 لو سكور. طب انا شغال في مكان ما فيهوش انترلوكين 6 فالسكور بتاعي بدل 6 بخليه من 5 ل 9 واللو سكور بخليه من 0 ل 4. الجايد لاينز بتقول لي ايه؟ بتقول لي لو انت عندك الان ار اس بتاعك اكتر لو هو اقل من 5 او الان ار اس اقل من 3 العيال ده مش مالناش مش محتاج منك نيوتريشنال بلان. لو هو الان ار اس بتاعه اكتر من 5 او النيوتريك سكور اكتر من 5 ده عيان محتاج نيوتريشنال بلان عشان توفر له 80% تبتديها وزن 24 اور من الادمشن للاي سي يو وتحاول توصل لاكتر من 80% في خلال 72 ساعه.